رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية يتسلمها محمد بن راشد. في مبادرة من سموه حاكم الشارقة يوجه بعلاج مرضى الثلاسيميا في المستشفى الجامعي على نفقة حكومة الشارقة. إطلاق أول أطلس للعالم خاص بموارد الطاقة المتجددة خلال الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا الذي انطلق في أبوظبي. لقاء يتجدد يوميا أقدم لكم فيه أنا محمد المناعي فترتنا الإخبارية المحلية بدأناها بالعناوين فإلى تفاصيل النشرة. البداية من أبوظبي حيث تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. تضمنت دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة التي ستعقد في الرياض يومي 21 و22 من شهر يناير الجاري. وتسلمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الرسالة خلال استقباله في قصر الرئاسة صباح اليوم بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بحضور معالي إبراهيم السعد الإبراهيم سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة الذي نقل إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين. وقد حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السفير السعودي تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة. في مبادرة إنسانية من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأبنائه مرضى الثلاسيميا، فقد وجه سموه مرضى الثلاسيميا بتلقي العلاج الكامل بما في ذلك نقل الدم والرعاية الصحية وكافة احتياجاتهم الطبية في المستشفى الجامعي في الشارقة وعلى نفقة حكومة الشارقة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للأستاذ الدكتور حسام الدين حمدي نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية في برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وشاشة تلفزيون الشارقة. وحول مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة وتأثيرها وإيجابياتها في توفير العلاج لمرضى الثلاسيميا ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي الأستاذ الدكتور حسام حمدي نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية. دكتور حسام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بودنا التعرف على الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق هذا التوجيه الكريم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة. الحقيقة فور توجيه صاحب السمو بأن ترعى مستشفى الجامعة الشارقة المواطنين أبناء المواطنين المصابين بمرض الثلاسيميا في مستشفى الجامعة. بدأنا فورا اليوم وضع الخطط واستكمال كافة نواحي العلاج والتشخيص والتنسيق مع مستشفى القاسمي ومع بنك الدم بالشارقة بحيث نستطيع أن نقدم هذه الخدمة لدعم المستشفى القاسمي ولتوفير أماكن وأسرة لتلقيهم هذا العلاج في هذا المستشفى المتميز. نعم. ونرجو إن شاء الله أن نستطيع استقبالهم خلال الأيام القليلة القادمة، يعني أتخيل خلال أسبوع أو 10 أيام بالكثير نستطيع أن نكون. نعم دكتور، متى سيبدأ العمل الفعلي بحصر أعداد ومتابعة وعلاج مرضى الثلاسيميا؟ هو بداية من باكر بنبدأ بحصر الأعداد والتعرف عليها ونعمل إن شاء الله مع أول فبراير إن شاء الله أن نستقبل المرضى ونكون جاهزين لتقديم العلاج لهم بإذن الله. دكتور، ما هي الفئات التي سيشملها القرار؟ المواطنين من أبناء الشارقة فقط.
نعم في المرحلة الحالية. نعم. نعم الأستاذ الدكتور حسام حمدي نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، شكرا لكم على تجاوبكم معنا. شكرا جزيلا. مع السلامة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، استقبل سفراء كل من المملكة الإسبانية ومملكة ماليزيا وكندا الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة كسفراء لبلدانهم لدى الدولة. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء مؤكدا لهم أنهم سيحظون خلال فترة عملهم لدى الدولة بكل الدعم والمساندة لمساعدتهم على أداء مهامهم بشكل إيجابي، بحيث يسهمون في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم في المجالات كافة على مختلف الصعد. وفي عجمان قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر الزاهر في عجمان ظهر اليوم واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة شقيقه المغفور له الشيخ عبد الله بن راشد النعيمي. حضر العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وأنجال الفقيد إلى جانب معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين. كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم في قصر الزاهر بعجمان صاحب سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الذي قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور له الشيخ عبد الله بن راشد النعيمي بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان التعازي من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ومن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. واستقبل سموه بعد ذلك المعزين من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الدولة والمقيمين الذين قدموا لسموه التعازي بهذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أديا صباح اليوم صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد في منطقة الجرف بعجمان على جثمان المغفور له الشيخ عبد الله بن راشد النعيمي الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وعدد من الشيوخ. كما أدى الصلاة كبار المسؤولين ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء الجاليات العربية المقيمة. وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة الجرف حيث ووري الثرى، وحضر مراسم الدفن سمو الشيوخ وذو الفقيد والمشيعون. الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أكد أن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لما يجب أن تكون عليه أبو ظبي من تطور ونهضة ترسخان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مثالا اقتصاديا واجتماعيا يقتدى به بين دول العالم. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في ديوان سمو ولي العهد، وتم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبو ظبي ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها.
وقال سمو ولي عهد أبو ظبي إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، مشيرا سموه إلى أن أبو ظبي ستعمل على ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية خلال السنوات الخمس 2013-2017 تصل إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات. نشرتنا ما زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. تنظيف البر حملة تنظمها بلدية الشارقة لجعل الصحراء قبلة جميلة مناسبة لجذب السياح والزوار. عدنا لكم متابعينا بمزيد من الأخبار والتغطيات في فأهلا وسهلا بكم. ضمن إطار فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، بدأت في أبو ظبي اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا. بحضور حشد من كبار الوزراء والمسؤولين يمثلون أكثر من 160 دولة، انطلقت فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة في دورته السادسة من خلال الاجتماع الثالث للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، الذي جمع أهم الأصوات المؤثرة في مجال الطاقة المتجددة على الساحة الدولية. ويعقد الاجتماع في جزيرة السعديات بأبو ظبي على مدى يومين، حيث ناقش في يومه الأول أهمية آيرينا من خلال تمثيلها منصة للتعاون الدولي. لذا كان من أبرز محاور الاجتماع مناقشة حال الطاقة في إفريقيا، حيث يتزايد الطلب على الطاقة فيها بشكل حاد، فيما تعد مواردها الطبيعية شبه معدومة وليس لديها الميزانيات الكافية لشراء الوقود. مع تزايد الطلب على مصادر الوقود والطاقة في القارة الإفريقية، الحاجة الآن ماسة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. إفريقيا تواجه خيارا للمضي في طريق الطاقة المتجددة أو الاستثمار المؤقت في مجال توليد الطاقة التقليدية. ومن خلال اجتماع آيرينا سيكون على كل دولة إفريقية مشاركة اتخاذ القرار بما تراه مناسبا لمصالحها. وكما يرى الخبراء، فربما تعد الطاقة المتجددة مكلفة، لكنها الأمثل على المدى البعيد. يستمر اجتماع آيرينا ليوم غد الاثنين ليناقش في جلسته القادمة تكاليف الطاقة المتجددة وكيفية تمويلها بالإضافة لفوائدها. من جزيرة السعديات بأبو ظبي لأخبار الدار، سعيد بوغازيين. وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أعلن رسميا على حصول دولة الإمارات على الموافقة الرسمية لتكون مقرا دائما للوكالة الدولية للطاقة المتجددة كآخر خطوة قانونية، وتكون بذلك عاصمة العالم للطاقة المتجددة والنظيفة. اليوم نحن نبدأ أسبوع أبو ظبي الاستدامة من خلال الاجتماع الثالث للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا. طبعا بس في غضون ثلاث سنوات مرت، سنوات قصيرة ولكن الإنجازات عديدة. ما كان ليتحقق هذا الإنجاز الطموح من خلال تأسيس الوكالة وأخذ أبو ظبي مقرا رئيسيا لها لولا الدعم اللامحدود والنظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن كدولة الإمارات وإمارة أبو ظبي العاصمة العالمية في مجال الطاقة بشتى مجالاتها وخاصة الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، نفخر كل الفخر لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية، وأيضا استضافة منصة عالمية مثل أسبوع أبو ظبي للاستدامة التي من خلالها سوف تتم مناقشة قضايا أمن الطاقة والمياه والغذاء والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وشراكة مع المجتمعات الدولية سواء كانت حكومية أو قطاعات خاصة.
ومن أبوظبي أطلق أول أطلس للعالم خاص بموارد الطاقة المتجددة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا، ليكون بذلك أول أطلس من نوعه متاحا للعموم على شبكة الأنترنت. وسوف توقع 9 دول جديدة على بيان المشاركة في الأطلس العالمي، ليرتفع العدد الإجمالي للدول الموقعة إلى 22 دولة. تصدر إطلاق أول أطلس للعالم خاص بموارد الطاقة المتجددة عبال اليوم الأول للاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث يعد الأطلس العالمي أكبر مبادرة من نوعها تهدف لتقييم وتصنيف موارد الطاقة المتجددة المتاحة على مستوى العالم، فيما يجمع الأطلس بيانات وخرائط من مختلف المؤسسات البحثية والشركات ويرسم صورة متكاملة ومفصلة لموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتوقع مارتن ليدجر وزير الطاقة والمناخ الدنماركي زيادة كبيرة في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة، وسوف يكون هذا الأطلس الجديد أداة فاعلة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة. برنامج السنة هذه برنامج طموح يعنى بقضايا مهمة جدا في الطاقة المتجددة اللي تهم ليس فقط دولنا العربية ودول مجلس التعاون، ولكن تهم العالم. على رأسها برنامج إنتاج أطلس للطاقة المتجددة اللي راح يكون مفيد للغاية لمن يستثمر في هذا النوع من الطاقات. من جانبه اعتبر عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الأطلس العالمي أداة في غاية الفعالية تسهم في الجهود الدولية المبذولة لمضاعفة حصة الطاقة المتجددة في العالم بحلول عام 2030 بمشاركة 22 دولة. وتساهم دولة الإمارات في مبادرة الأطلس العالمي كشريك رئيس، كما أنها تعمل على مشروع أطلس الإمارات الذي يندرج ضمن إطار مشروع الأطلس العالمي. احنا بالنسبه للاطلس الاماراتي، اطلس الطاقه الشمسيه جاهز، اطلاق الرياح الحين طور التطوير وان شاء الله خلال الاشهر الجايه بيتم الاعلان عنه. وطبعا مثل ما قلت هذا الاطلس عباره عن مشروع مستمر، فاحنا ما نريد نقول انه خلاص احنا اطلقنا الخرائط الشمسيه خلاص وقفنا، لا، بيكون هي كخطوه لتطويرها وجلب الاستثمارات العالمية للدولة إن شاء الله. ويرى خبراء أيرينا أن الأطلس العالمي لا يوفر أفضل القدرات والممارسات فحسب، وإنما يسد فجوة معرفية وتكنولوجية كبيرة حول العالم فيما يتعلق بالطاقة المتجددة. من أهم الثمار التي أتى بها الاجتماع الثالث للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 2013 بأبوظبي تفعيل خارطة الطاقة النظيفة، وأيضا تطوير هيكلية أطلس عالمي لموارد الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى استعراض أهم إنجازات أيرينا لعام 2012. لأخبار الدار سهام شريف من أبوظبي. إلى الشارقة، حيث وقعت العربية للطيران اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنسيق كافة الجهود الوطنية المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات. وقع الاتفاقية الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للطيران وسعادة محمد خلفان مطر رميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحضور عدد من المسؤولين من كلي الطرفين. وأكد الجانبان خلال توقيع مذكرة التفاهم على أهمية هذه الشراكة والتي ستساهم في تعزيز القدرات ودعم الجهود الهامة التي تبذلها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتحقيق أهدافها. وتقرر أن تقوم العربية للطيران بموجب الاتفاقية بتقديم كامل الدعم اللازم للهيئة لوضع الاستراتيجيات والخطط المعتمدة موضع التطبيق في حال حدوث أي طوارئ أو أزمات غير متوقعة. كما تعمل المؤسستان على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع التصور والآليات اللازمة لدعم الجهود التي تبذلها الهيئة.
إدارة الاتصال المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة نظمت حملة لتنظيف البر بالتعاون مع قسمي النفايات الصلبة ومراقبة نظافة المدينة، وذلك في إطار الجهود التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها البلدية للحفاظ على نظافة البر والحياة البرية في الشارقة. التفاصيل في تقرير الزميل محمد مال الله الهنيامي. الشمس في بزوغها تعاكس هذه الرمال الذهبية التي تشكل نقطة جذب لعشاقها، ولكن بعضهم لم يحافظ على الود والمحبة، فكل هذه الفضلات تعبر عن منظر يسيء لجمال البيئة بسبب الأيادي التي عبثت وتجرأت على هذا الجمال. فهذا الطير لو كان ينطق لنطق. وللحفاظ على البيئة من الأيادي التي عبثت بها، أطلقت بلدية شارقة حملة لتنظيف البر بعنوان شارقة أكثر إشراقا. طبعا الهدف من حملة تنظيف المناطق المفتوحة والمناطق البرية إيصال الفكرة إلى المجتمع، أفراد المجتمع المحلي في الإمارة أو حتى خارج الإمارة، أن المناطق البرية ينبغي الحفاظ على نظافتها، ينبغي استخدامها استخدام الأمثل. تلاحم بين بلدية شارقة ومختلف الجهات المجتمعية بهدف إعادة المنظر المشرق للمناطق البرية. بداية هذا التلاحم كانت مع هذه الوجوه البريئة التي سعت بأناملها الصغيرة لتنظيف بقايا النفايات التي تقف شاهدة على تصرفات غير مسؤولة. أنا أحب البر وايد وأحب أشوفه نظيف، وكل اللي يشوفوني لا تسخن البر مرة ثانية عشان خاطري. يعني هالمنظر اللي توه كان هني ما الله ما بحلو. هذا المنظر غير الحضاري دعا إبراهيم عامل النظافة في بلدية الشارقة إلى توجيه رسالة لكل رواد هذه المناطق، فهو يعيش الواقع الذي يعكس تصرفات مسيئة لأصحابها. أيام الخميس والجمعة والسبت يزداد الإقبال على المناطق البرية. أتمنى من كل الناس الذين يرتادون هذه المناطق الحفاظ عليها نظيفة بوضع النفايات في الأكياس البلاستيكية ووضعها في الأماكن المخصصة، لأن الشمس حارقة ونحن نبذل جهودا كبيرة في هذه الأيام مما يأخذ منا الوقت الكبير لتنظيف هذه المساحات. أرجو مساعدة الناس لنا وتقليل الضغط علينا. وتأكيدا على هذه الرسالة، فإن البلدية ستستمر في تنظيم المزيد من الحملات خلال الفترة المقبلة. لأخبار الدار محمد مال الله الهنيامي. ولمزيد من الطرح معنا عبر الهاتف الأستاذة ندى سعيد السويدي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في بلدية الشارقة. الأستاذة ندى مرحبا بك معنا في نشرة أخبار الدار. أهلا مرحبتين. أستاذة ندى، حملة تنظيف البر هل تعكس اهتماما بالمنطقة نتيجة تزايد السواح والزوار هناك؟ أنا أعتقد هذه المنطقة يقصدها القانطين في الإمارة والسياح بشكل عام، خاصة بعد اعتدال المناخ، بس تم تحديد المكان وفق الظواهر السلوكية التي نتجت عن بعض الأشخاص، ونتيجة لتفاقم هذه المشكلة وتشويه وتخريب البيئة البرية ارتأت البلدية أن يتم إطلاق أول حملاتها في هذا العام في هذه المنطقة. نعم، مقارنة بالحملات المشابهة ماذا حققت هذه الحملة؟ النتيجة الإيجابية اللي تمخضت عنها الحملات التي قامت فيها البلدية الأعوام السابقة وتوجيهات سعادة المدير العام نحو استمرارية ومواصلة الحملات للمجتمع في هذه المناطق، وبعد عمليات الحملات والتوعية وسن بعض القوانين والمخالفات التي يتم رصدها للمخربين أو المشوهين لتلك المناطق، أدى ذلك إلى تقليص هذه الظواهر بشكل ملحوظ. نعم، أستاذة ندى، نتعرف معك على الجهات التي تتعاونون معها لترسيخ مفاهيم حماية البيئة واستدامتها. يعتمد على مواقع الحملات. بالنسبة لهذه الحملة كنا شاكرين لجميع الجهات اللي تعاونت معنا، على رأس مؤسسة الشارقة الإعلام مشكورة، منطقة الشارقة التعليمية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بالإضافة لأقسام وإدارات البلدية.
نعم أستاذ ندى، اسمحي لي سؤال أخير، هل السلوكيات البيئية نقول عنها غير السوية لبعض الزوار يمكن أن تتسبب في إصدار قانون وإصدار مخالفات أيضا؟ بالفعل في قانون تم رصده لهؤلاء المخالفين تتراوح من 500 إلى 5000، يعتمد على نوع المخالفة. فالرمي ممكن يكون مخالفة 500 درهم، مخلفات الشواء وغيرها 1000 درهم. بعض المخالفات اللي تتم عن طريق رمي بعض مخلفات البناء أو غيرها في المناطق البرية يعتمد على نوع المخلفات اللي يتم رميها. نعم، الأستاذ ندى سعيد السويدي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في بلدية الشارقة، ألف شكر على الإفادة. نهاية النشرة، وهذا تذكير أخير بأبرز ما جاء فيها مع خالص تحياتي أنا وسناء بطي رئيس التحرير وطاقم العمل بيوم جميل. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية، يتسلمها محمد بن راشد. في مبادرة من سموه، حاكم الشارقة يوجه بعلاج مرضى الثلاسيميا في المستشفى الجامعي على نفقة حكومة الشارقة. إطلاق أول أطلس للعالم خاص بموارد الطاقة المتجددة خلال الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا الذي انطلق في أبوظبي.